الدجال، تأليف محمد محمود دوارة، إخراج كامل يوسف. أصناف بخور جاوي مختلفة. على عونا، على دو، على دو. بخور جاوي معتبر. على كام عندك يا معلم أوكل؟ قرب قرب يا ست أم إسماعيل، يا ست بخطرها، ده بخور معتبر. عليا بريدة 15 قرش. عليا بريال، ريال مشان يربحال. ريال ريال، حدش له غرض. ريال ريال. ألعونا، ألدو، ألدو، محدش يزود، ألدو، ألتري. مبروك عليك يا ست بخطرها. دول يكفوكي بخور 15 سنة. عدد 3 أقة، نخوة هندي ودم أخوة وبذر خلة. التمن الأساسي 50 قرش. 3 وقات نخوة هندي. يا عالم فين النخوة ودم اخوة؟ ده حتى الاخوة ما بقاش عندها دم في الايام دي. وبزر خلة اهو، ده اللي لا خلة ولا بقى. التمن الاساسي 50 قرش. 50 قرش بس يا بلاش. 60 قرش. 70 قرش. 70 قرش. 70، حدش له غرض. هنبيع، هنبيع خلاص. نخوة هندي ودم أخوة وبزر خلة. يا سلام، 70 قرش، حدش يزود. 70 ساغ. مبروك يا عم عوكل. مبروك يا عم، هأكتب لهم بقى حتة واحدة وتفرق منهم. آخر حاجة، عدد 10 رفوف خشب أبيض، عدد 50 درج خشب صغير، عدد 1 بنك خشب عليه رخامة، بتمن أساسي قدره 500 قرش. رفوف رفوف يا أخوانا، رفوف ودراج وبنك، بنك بحال ورخامة ب500 قرش بس. 500 قرش، يا مال الناس، يا مال الناس يا بلاش. 500 قرش، حدش له غرض. 600 قرش. 650. أيوة. 700 قرش. 700 قرش، هنبيع. 700 على المعلم فرهود. خلاص هنبيع. ألاقونا، ألادو، 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 ألتري. مبروك يا معلم فرهود. خلاص خلاص، انتهت الجلسة. تفضلوا حضراتكم استلم وإيصالات المبالغ المدفوعة في القهوة لقصادنا، وسلام عليكم. شيخ مبارك، شيخ مبارك، ما تزعلش، ربنا هو المعوض، وأنا راجل مالي الزام، ها دي وظيفتي. يا فلفل بتعيط ليه؟ وعايزني ما عيطش يا معلمي بعد ده كله؟ ما خلاص اتخرب بيتنا. يا خسارتك يا معلمي، ويا خسارت العطارة والعطارين من بعدك يا شيخ مبارك. اسمع يا فلفل يا ابني. معلمي، ما فيش لزوم تقول لي يا معلمي بعد كده. شوية البضاعة اللي كانوا معلمين عليك ومصبينينك ليا انتهوا. احنا دلوقتي زي بعض، زملاء سواسية. امال اقول لك ايه يا معلم؟ قول لي يا شيخ مبارك وبس. انت مش ديمقراطي يا واد. عيب يا معلم، هي العين تقل على الحاجب. ده المثل بيقول من علمك حرفا صرت له عبدا. وانت يا معلم يا ما علمتني ويا ما وريتني. ابن اصل والله يا فلفل، لكن احنا مش في كده دلوقتي. والراجل هو اللي لما يقع يعرف ازاي يقف على حيله تاني، وينفض هدومه ويمشي في طريقه احسن من الاول، مش اللي يقعد يعيط ويلم عليه اللي يسوى واللي ما يسواش. تمام يا معلمي، لكن نقف ازاي بعد اللي حصل؟ دولنا تفرشنا، خلوه نمر زيرو، وقصقصوا جناحاتنا وما خلولناش حاجة ابدا. اسمع يا فلفل. سامع يا معلم. تعرف تلملنا شوية العطارة اللي على الأرض دول ونحطهم في العلبة الصفيح اللي نساها حضرة المحضر؟ شايفها؟ أهي في الركن قدامك يا فلفل. حاضر يا معلم، أمرك. لكن يا معلم، ولا مؤاخذة يعني، ولا مؤاخذة،
هنعمل ايه في الكناسة دي؟ هنبيعها؟ دي ما تجيبش قرش ولا قرشين اذا لقينا حتى العبيط اللي يشتريه. قرش ولا قرشين؟ انا ادور على قرش ولا قرشين؟ بكرة تشوف، دي هتجيب ألوف ألوف وحياتك عندي يا فلفل ألوف. شايف الشريط الأخضر ده؟ أنا شايله وحافظه لساعة زنقة زي دي. ده سحر ملوش مثيل، تلف يا سيدي على طربوشك بالشكل ده تصبح لك قبها ومهابة، ومن بعد ما تكون صعلوك مهان يصبح السعيد السعيد اللي يحظى ببوس طراطيف طراطيف صوابع ايدك. سبحان مغير الاحوال. صدقت يا معلمي، ده منظرك لما لفيت الشريط على طربوشك اصبح في الحقيقة منظر تاني، حاجة جنان. تسمح لي ابو طراطيف طراطيف صوابع ايديك؟ وما بالك بقى اذا اجتمع الشريط مع البخور؟ يا عيني ده يبقى مرستان. يلا بينا بقى، يلا على قطر الدلتا يوصلنا على عزبة تكون بعيدة عن العمران. وليه يا معلم؟ بكرة تعرف ليه. شيل بخورك شيل. تذاكر مين نازل في المحطة الجاية؟ ما تطول بالك علينا شوية، يعني هو الاكسبرياس ما هوش المقطوع نفسه قطر الدلتة؟ انتوا حقكم تدونا فلوس على ركوبته المهببة. اتفضل. تذاكر أعوذ تذاكر يا مولانا. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقطع لحضرتك تذكرة لحد فين؟ شنارق بنارق أنارق طقوش. وحياة النبي يا حضرة الكمساري، لن تفيت الشيخ في حاله. أفوته إزاي؟ والتذكرة؟ تذكرة مولاني على حسابي يعني. طيب وتذكرة تابع مولاني؟ شنارق بنارق أنارق تقول. تبقى على حسابي يعني. انت مش خايف يجرالك حاجة يا حضرة الكمساري؟ ربنا يستر. شفت يا شيخ فلفل؟ ايه رأيك بقى؟ انا كنت حافظ على روحي من الضحك ساعة شنارق منارق، انما لما شفت مفعولها امنت انك معلم في كل حاجة بحق وحقيقة. هو انت لسه شفت حاجة؟ الله، احنا قربنا على العزبة يا معلمي. شايف البيوت اللي هناك دي؟ شايفها. وعارف انت ايه اللي راح تعمله اول ما توصل؟ دلوقتي الليل داخل وحنروح على بيت العمدة على طول نبيت هناك، ولما يصبح الصبح يبقى فيها فرج. انت اللي هتتكلم هناك، تقول لهم اني شيخ من المشايخ المباركين واسمي الشيخ درويش. درويش؟ طبعا. امال انت عايز تقول لهم اسمي الحقيقي؟ ده اسم الشغل يا عبيط. مفهوم مفهوم. الشيخ درويش. درويش ابو نعنيش. ابو نعنيش؟ ايوه ابو نعنيش. مش عاجبك؟ لا عجبني، انما ابو نعنيش دي يعني الشغل عايز كده. ابو نعنيش دي فيها سحر فيها تأثير، ما عليك الا انك انت تقدمني للحاضرين وتقول لهم اني صايم عن الكلام لمدة يومين، وفي اليوم التالت ربك يفرجها. ازيك
السلام عليكم يا حضرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف مرحب بالضيوف الكرام. احنا زرنا النبي. اتفضلوا اتفضلوا. ما تأخذوناش يا حضرات، احنا هبط علينا الليل في عزبتكم فطمعنا في كرم ضيافتكم. ومولانا الشيخ درويش أبو نعنيش. يا مرحبا يا مرحبا. ألف أهلا وسهلا. مولانا الشيخ درويش أبو نعنيش كان بوده يشكركم بلسانه لولا انه صايم عن الكلام لمدة يومين، فانا بالنيابة عنه اقدم لكم الشكر. اني بصفة عمدة البلد اقول لكم اتفضلوا على الرحب والسعة، وحصل لنا الف شرف وحلت علينا الف بركة بزيارة الشيخ درويش ابو نعنيش. يا سلام يا اولاد، ده احنا وحياة النبي مولودين في ليلة الجد. يا واد يا مخمر يا والي. يا فندم يا حافظ العمدة. قول لهم يحضروا العشاء يا والي. وابعت حد الشيخ عبد المتعال ابو قصبه والشيخ علي السخسخاوي والشيخ ابراهيم ابو رقبه وكفه الاعيان. يا سلام يا اولاد، ده احنا وحياه النبي مولدين في ليله الجد. يا الف مرحب بالشيخ درويش ابو نعنيش واتباع الشيخ درويش ابو نعنيش. اقفل الباب كويس يا فلفل. مقفول يا معلم. وايه رأيك بقى؟ اكل عمر ما دقت زيه. انا مش بسألك على الاكل، ده العمدة راجل كريم وابن اصل وعلي العال. وايه بقى رأي الاعيان وباقي الحاضرين في موضوعنا وفي انا؟ واكلين المسألة ودخل اقولهم 1000% بفضل شنارق منارق. شيء جميل، على كده بقى نقدر ننام واحنا مطمنين ونشخر كمان. يا سلام يا اولاد، اماني عندي حتة نتفة خبر هيهز البلد هز. خير يا حضره العمده. خير. خير. الشيخ درويش ابو نعنيش هيتكلم النهارده يا اولاد. هيتكلم وحياه سيدي الدهشوري. يا سلام يا اولاد. وهيقول ايه يا حضره العمده؟ هيقول ايه يا سمخيمه؟ هيقول من فوق لتحت وتحت لفوق، ولا اللي برج اللي برج، ولا ايش عرفنا هيقول ايه؟ ده هي تسمك يا حضر العمدة. يا حضر العمدة، الشيخ درويش وصبية وصل. اهو اهو. يا ألف أهلا، يا ألف سهلا، يا 500,000 مرحب، يا بركات الشيخ درويش أبو نعنيش. شنارق بنارق أنارق طقوس. يا صلاة النبي، يا صلاة الزين. خطوش قط فطوش فطوش. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. اتفضل يا مولانا اتفضل، كل كلامك مفهوم. غلاغل بلابل سنابل أريش. الله يحفظك، الله يخليك. أنا درويش أبو نعنيش. إن شاء الله تعيش. أنا درويش أبو نعنيش، خلطبيص طلطبيص، لازم أحيي أموات البلد دي يوم الخميس بأمر الله لا بأمر إبليس. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. يا واد يا مخمر يا والد، ازعج في البلد وقول لهم ان مولانا الشيخ درويش ابو نعنيش هيصلي ويطلب من الله ان امواتنا يطلعوا من التراب يوم الخميس، يعني بعد بكره. اجي يا والد. شنارق بنارق انارق. يا بنت يا بخاطرها يا بنت. نعم ياب. انا مش جاي للنوم يا بنت، جيد اللندا وحطها في الدوار وابعتي هاتي مكسوف الرقبه مخيمر وقولوا له ينده للشيخ عبد المتعال ابو قصبه ايوه يابا عارف، والشيخ السخسخاوي والشيخ ابراهيم ابو رقبه. حاضر ياب. ايه
الميتين حيطلعوا من قبورهم يا ابو رجبه؟ سبحان الله. وفكرك الكلام ده يجرب حق وحقيقي يا سخسخاوي؟ ربنا قادر على كل شيء والناس اسرار. وانت ايه اجوالك يا ابو قصبه؟ شرحه. احنا الليله دي ليله الاربع، يعني فاضل ليله واحده يا اولاد. اللي يعيش يا ما يشوف، يوضع سره في اضعف خلقه. مش جاي لي لوم يا عالم. ولاني ما تنده لنا الواد مخمر يقعد يغني شوي. يا واد يا مخمر يا ولي. افندم يا حافظ عمده. غني يا ولي. ماليش نفس عطر العمدة. بتعرض يا ولي؟ طب غني بالامر. عطر عطر. بس يا عطر عطر. ايوه الراجل لا تعتقد. يهتك الغم قفز. دي غنوة تتغنى في الليالي يا ولا؟ ده هي تيمك. حسن الله عليكم يا اخي. جاتك الهم. الله يحفظك. قطعت وقطعه المغنى عشان خاطرك. قال تحت التراب. قال يا اخي جدفني. الله يخليك. ده هي تلمك على اربع مرات. انت لسه ما قمتش يا ولي. اديني جاي اهو. يا خساره يا ناس، الفن ما مجالوش ناس في الايام دي. واد يا فلفل، يا واد يا فلفل. لا مؤاخذه، قصدي اقول يا استاذ فلفل. الله، مالك قاعد سارح وزعلان زي اللي بارد بضاعته؟ قربنا على نص الليل، يعني ساعه ساعتين نبقى في يوم الخميس وتبقى حالتنا خلطبيس طلطميس. طيب افتح الشباك اللي عندك ده واقعد على الكنبه اللي جنبه، وخد بالك من السكه الزراعيه كويس. فتح عينك على اخرها. ليه؟ هم الميتين حيطلعوا بصحيح؟ لا، مش الميتين اللي حيطلعوا، الاحياء. الاحياء هم اللي حيطلعوا. ولا شوف مين اللي جايه من بعيد دي. ايوه ده في حد جاي بصحيح. الله، دي واحده ست لابسه اسود في اسود وشمش باين. دي لابسه حرير في حرير. اهي بنت فنون القمر. دي جايه علينا، قربت الباب. طب اسمع يا ولا، اسمع. انا داخل في الاوضه التانية، واذا طلبت تقابلني دخلها. الدفايه والعه مش كده؟ حط فيها شويه بخور من اللي في الصفيحه. يا ترى تبقى مين دي وجايه عشان ايه في الساعه دي اما نشوف اخرتها؟ اتفضل. سد خشمك، اوعى تتكلم. خصيمك النبي ما تتكلم. اقفل الباب. سدنا خشمنا وقفلنا الباب. فين سيدنا الشيخ درويش؟ اعمل معروف. دوام الشيخ فين؟ استنى شوية لما استأذن لك في الدخول. يا وكالة كده من غير بواب ولا ايه؟ يا سيدنا الشيخ، يا مولانا، فيه واحدة ست عايزة تتشرف بالمقابلة. طلطميش. يا فاتر استر يا رب. مولانا بيقول ايه؟ بيقول خليها تخش على طراطيف صابح. كتر خيره. دستركم يا سيادي. انت مين؟ اني خدمتك ست الدار بنت عبد الرحيم ابو خطاه. مفهوم. وطلباتك ايه؟ ربنا امر بالستر يا سيدنا الشيخ. مفهوم. ايه طلباتك؟ جوزي مبروك عبد الصمد. ده شيء مفهوم ومعلوم. مات السنه اللي فاتت. موت اترب وحياتك عندي. مفهوم. وبعدين احنا مش فاضيين. ايه اللي انت عايزاه؟ الفضيحه بطله يا سيدنا الشيخ، ولا يرضاش بيها حد. بكرة الخميس. أيوة بكرة الخميس. وفيها إيه دي؟ وإذا طلع مبروك من التربة اتفضح تاني وانكشف أمري. أني غلطانة يا سيدنا الشيخ وتبت على أديك، لكن لو طلع مبروك من القبر هيعرف إن خنت وإن ضيحت فلوسه وصرفتها على مسعود ابن الشيخ خلاف، وده ما يخلصكش. وإيه طلباتك يا ست الدار يا بنت عبد الرحيم أبو خطاب؟ ما تطلعش مبروك من التربة، خليه تحت التراب راجد. واستر علي، الله يستر على ولياه. وطوبة نصوحة. وادي إيدك اهي، وادي رجلك اهي. أنا ولي، أنا غلطاني. ما شاء الله ما شاء الله. بقى عايزاني ما طلعش مبروك من التربة؟ مش ممكن. انا ما خسرش شغلي وضيع سمعتي علشان واحدة زيك. في عرضك يا سيدنا الشيخ. انا وجحت من السماء وانت استلجتني. انا بطولك. خد حاجة مش قد مجامك، سورتين ذهب ما امتلكش غيرهم، ودي قرشين على قد الحال. واعمل معروف،
خلي مبروك مستريح، ما تقلقش منام. انا مش رايح اكسفك المرة دي، انما الله يستر عرضك زي ما سترت عرضي. يا شيخ فلفل، السمع والطاعة يا ابو البراعة. احسب اسم الشيخ مبروك من كشف الاموات بتاع بكرة، اخليه مستريح في نومته. ايوه مبروك ابن عبد الصمد، على خده شامه وامه اسمها شلبي، حذفناه. افتح يا شيخ فلفل، انا العمدة. اهلا وسهلا بحضرة العمدة ومجلس ادارة العمودية. كهكمون. بيقول ايه مولاني؟ بيقول تقدروا تخشوا على ايديكم ورجليكم. على ايديني ورجليني؟ وماله وفيها ايه؟ امرنا لله، على ايديني ورجليني. خش يا ولاد، ده امر الاسياد، دستور يا مباركين. اهلا وسهلا بحضرة العمدة، اهلا وسهلا باعيان كفر الجهال. تسمح لنا نوقف على حلني؟ سماح. الله يجبر بخطرك. الله يخليك. الهي يطول لنا في عمرك. نحن في الخدمه، الفجر قرب يشقشق، ومع الفجر، مع الفجر تمام. يا ساتر استر يا رب. اتكلم يا سخاوي. ما تقول انت يا ابو رجبي، قول لي مولانا على الموضوع يا ابو جاصره. نحن في الخدمه. ده احنا اللي في الخدمه، قصد اقول خدمه قصد خدمه، وادي خدمتنا اهي. اتفضل حاجه من خيركم. نقود؟ ايوه مفيش فرق، وبلاش حكايه طلوع ميتين البلد بكره. يا حضره العمده ماذا تقول؟ هذا غير معقول، سمعتي كرامتي شهرتي صيتي. ما هو اذا ما عملتش كده يا شيخ درويش هنروح احنا في شربه ميه. ازاي؟ كل جريمه قتل حصلت في البلد دي كانت بقسينا ومعرفتني، والباقي معروف. يعني هون عليك يا سيدنا الشيخ، يحطوا الحديد في ايدي حضرة العمدة. ولكن لا لكن ولا لكنش، خدوا الكمان من عندي. وسمعتي يا ناس، سمعتي شهرتي صيتي، اود وش فين من الناس والمريدين. انا عندي حل للمسألة دي. وايه الحل ده يا سخسخاوي يا حلال العجال؟ ندي المولاني شهادة مختومة بختم العمودية، مكتوب فيه انه احيا الاموات في البلد كلهم، ما خلاش منهم ولا ميت، ونختم عليها احنا بصفتنا شهود. وانا قبلت. ادي احنا قربنا على عزبة تانية. اسأل الفلاح اللي هناك ده عن بيت العمدة فين، وانت عارف بقى الحكاية. شنارق بنارق. السلام عليكم يا حضرات. وعليكم السلام. ما تاخذوناش يا حضرات، احنا هبط علينا الليل في عزبتكم، فطمعنا في كرم ضيافتكم. ومولانا الشيخ درويش ابو نعنيش. درويش ابو نعنيش، يا مرحب. أنست أنا عمدة البلد، تلزم خدمة؟ وطي صوتك يا حضرة العمدة، مولانا الشيخ أبو نعنيش صايم، صايم عن الكلام. أوطي صوتي؟ آه. وليه؟ إيه المناسبة؟ أصل الشيخ درويش أبو نعنيش حيحيى أموات البلد يوم الخميس. يا سلام يا سلام، شرفت يا شيخ إبليس. قصدي أقول يا شيخ نعنيش. يا واد يا سلامة. أفندي بحضر يا ولا. أيوة حضرته الشيخ أبو نعنيش اللي بيحيي الأموات يوم الخميس. هات له الهدية اللي أنا مجهزها له من زمان. هات هدية. هدية إيه؟ أيوة أيوة انت كده يا حبيبي. الهدية يا حضرة العمدة. كلبشان. كلبشان طبعا طبعا. أم الأساور ذهب يا نصاب يا دجال، احنا كنا في انتظارك من زمان، وأخبارك وصلتنا أول بأول. هنا مش كفر الجهال، ده كفر العلماء. وأنا محمد عبد الباري عمدة البلد، وضابط مباحث مديرية الغربية سابقا. أنا في عرضك، أنا في عرضك يا حضرة الضابط. زعلان ليه؟ دي حاجة بسيطة جدا، زي ما طلعت الأموات من القبر تقدر تطلع نفسك من أبو زعبل.
امال شنارق بنارق بتعمل ايه؟ كنتم تستمعون إلى تمثيلية الدجال تأليف محمد محمود دوارة، قام بالأداء لطفي عبد الحميد، كمال عيد، أحمد أباظة، خيرية أحمد، عمر عفيفي، عبد الحفيظ التطاوي، زكريا سليمان، عايدة كامل، عبد المنعم مدبولي. التمثيلية من إخراج كامل يوسف.